يواصل جيش الاحتلال في اليوم 20 من عدوانه على قطاع غزة قصف المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء خلال الليلة الماضية وصباح اليوم أيضا، فضلا عن تدمير عشرات المباني والمنازل فوق رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق. كما أوردت وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، تجاوز عدد شهداء المجازر الإسرائيلية المتتالية والمتوالية 20 يوما 6700 شهيد، وذلك في أحدث البيانات وفي أحدث طبعا التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تقول أيضا بأن صمت المجتمع الدولي على جريمة على الجرائم وعلى المجازر ومن ضمنها مجزرة المستشفى المعمداني صعد وتيرة المجازر التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامت. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي عبر سكايب، ينضم إلينا إذن عبر سكايب ضيفنا في هذه التغطية المستمرة الدكتور حازم قشوع الكاتب والنائب الأسبق في مجلس النواب الأردني. أهلا بك دكتور حازم، مساء الخير. مساء الخير لك رشا ولكل من يسمعنا، مساء الخير لكل مناضل على أرض فلسطين، مساء الخير لكل أم فلسطينية، مساء الخير لكل الفلسطيني اللي بيقدم حالة استثنائية، حالة من أجل كرامة هذه الأمة، حالة وقوف على أرضه وحالة صمود تجاه هويته وتجاه مقدساته، حالة إباء ما في منها في التاريخ الإنساني، حالة إباء. نعم بالإرادة الفلسطينية سنهجم الحرب الإبادة الجماعية اللي بتشنها آلة الحرب الصهيونية على المواطن الفلسطيني وعلى الإنسان الفلسطيني وعلى المقدرات الفلسطينية اللي بهاي المرحلة بيعبروا عن الأمة، بهاي المرحلة بيعبروا عن الأمة، كل الأمة دون استثناء، المناضل الفلسطيني والمواطن الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع بوقوفه وبصموده ويصمد من أجل هذه الأمة، يقف درع كامل من أجل الحيلولة دون إسقاط المشاريع التي يراد إسقاطها وترسيم ما يراد ترسيمه حيال المنطقة جمعا. إذن الكل يدرك حجم النضال وحالة البطولة اللي بتسطرها بتسطر عنوانها المقاومة الفلسطينية. الكل الفلسطيني الآن يشتبك من أجل كرامة الأمة ومن أجل كرامة العرب. وأنا بقول إنه نعم هنالك وقفة عربية دبلوماسية صحيح، لكن هذه الوقفة الدبلوماسية العربية يجب أن تترجم لوقف حالة الاعتداء، وقف الفحشية والبربرية اللي بتشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد مواطنين فلسطينيين محاصرين منذ 17 سنة. هذه يعني احنا بنتحدث عن فلسطين محتلة، وهذا هو المحتل الذي يقوم بانتهاء كل الحرمات وكل المواثيق الدولية وكل الأعراف. فيش حدا ضابه، فيش حدا رافعه، فيش حدا قايل له بكفي. رقم 2، انا احذر تحذير شديد أن تقوم آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية باستخدام غازات سامة غير موائمة وغير متعاطى عليها ومتعارف عليها دوليا. ثاني يوم أنا بقول إذا ما تم استخدام هذا الغاز فأن نحن أمام هولوكوست فلسطيني بامتياز، وبالتالي حذاري من المساس وتغيير قواعد الاشتباك. القصة لها علاقة بظروف عامة، لا نريد أن ندخل المنطقة والعالم في أتون حرب لا أحد يريدها ولا أحد يتوقع مآلاتها. كل يجمع أن هنالك حالة نريد أن تقف عند حدود وضوابط معينة، لا يمكن أن نقبل بتهجير قسري، ولا يمكن أن يقبل بأي احتلال وشرعنا باحتلال مرة أخرى لأي شبر من أراضي 67 لأن انتهاك للحرمات وللقانون الدولي، ولا يمكن أن يقبل أبدا أن يتم التعاطي مع أسلحة محرمة دوليا. أقول هذا الكلام لأنه بدأ يصلنا من
من الوسائل الإعلامية كيف يفكر الطرف الإسرائيلي، كيف يفكر العدو الإسرائيلي بأن يدخل إلى غزة، كيف يفكر باستخدام الغاز، كيف يفكر باستخدام المياه. أنا بقول الموضوع له علاقة بجرائم حرب، وبالتالي لن يغفر التاريخ لأحد في إقدامه للتناول في هذا المسائل. وبالتالي أنا بتحدث عن نحن لا تفصلنا عن حالة اشتباك بري. بالأمس كان هنالك مجسات برية، مناورات برية، وقبلها بيومين كان هنالك مناورات برية. أنا بقول إنه ما كل عاقل بيقول طيب يا سيدي، وأنت ضربت الناس وهجرت أو قتلت الناس، طيب وبعدين؟ يعني وبعدين شو القصة؟ رقم 3 و4، يعني إذا أمريكا بقولوا للسيد نتنياهو اعطينا الأهداف اللي أنت بدك تضربها عشان نتفق عليها. يعني إيش الأهداف اللي حشد 350 ألف مقاتل، وهذا الطيران وهذه الأسلحة الغير عادية والغير والنوعية، إيش اللي بده إياه نتنياهو؟ ما هي الأهداف التي يريد أن يستهدف؟ ما هو بدي حددها عشان نفهم مع بعض شو هي قواعد الاشتباك. أما إحنا ندخل كما حضر جو بايدن السيد نتنياهو، أنا متأكد لن تكون إطلاقاً غزة إليك الموصل، بل ستكون أكثر من الفلوجة بعشرين مرة. والشعب الفلسطيني كله، القصة بطلت قصة عفواً تنظيم فصيل جزء لا يتجزأ من الحالة الفلسطينية. قلت لغرفة حقك ولا ما غرفة حقك، القصة صارت حرب إبادة جماعية. طيب. هذا بدك تفهمه، بدي يفهمه الكل. نعم. أنت الآن بتشتغل على حرب إبادة جماعية، وبتعمل على تهجير قصري للشعب الفلسطيني. دكتور حازم اسمح لي بمقاطعتك. الحرق عمليا، الحرق الاحتلال يعني لم يبدأ بحرق غزة منذ 3 أيام فقط، هو بدأ محرقة في قطاع غزة منذ 20 يوما، ولكنها يعني مع الأسف يعني تشتد وتزداد صعوبة وتعقيدا على الأرض، تحديدا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية والصحية والبيئية، ويعني ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية على الأرض. ولكن يعني على مدار 20 يوم الماضية لم يتوقف الاحتلال ولن يتوقف الآن رغم المطالبات عمليا، لأنه لا شيء في العالم العربي ولا شيء في العالم بأجمع كان كفيلا، ولا أي خطاب كان كفيلا أو ارتقى لمستوى التضحيات. المسألة كما تفضلت في ظل هذه النوايا الخبيثة غير المعلنة للاحتلال أيضا تزداد تعقيدا. إذن ما المطلوب الآن لوقف شلال الدم، لوقف الإبادة، لوقف الحرق الذي طال كل شيء في قطاع غزة؟ رشا، أول شيء أنا لما حكيت عن 3 أيام حكيت عن بدء المعركة البرية، ولا ما تحدث عن بدء العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين غزة. لكن أنا بتحدث الآن عن ما هو المطلوب. المطلوب شيء واحد، بدنا نوقف الحرب. لازم يوقف هذا العدوان. يعني مش القصة والله احنا بنودي إغاثة ونودي مي لمين بدك تودي؟ انت بدك تودي اكل لمين؟ الناس بتموت. يعني احنا بدنا نودي مي لمين؟ يعني الواحد يقول لك ودي مي وسوي كهرباء، يا سيدي لمين؟ ما هو ما ظل، لا ظل ابني يا رشا، ولا وظل ناس، وتهجير قاعد الناس اكثر من 400 الف بني ادم طلعوا من شمال غزة، من شمال القطاع إلى وسطه وإلى جنوبه. إحنا بنتحدث عن تهجير يعني غير أخلاقي وحشي يتم الآن إسقاطه، والحديث يدور حول كيفية تقديم مساعدات. كم ترك بدك تقدم غذاء؟ لمين بدك تقدم غذاء؟ الناس بتموت كل يوم 1000. أنا عندي كل يوم بموت 1000 بني آدم. يعني معدل الوفيات اللي قاعد بيصير في غزة كل يوم بيزداد. امبارح 400، كل يوم 500. طب وبعدين
المطلوب من الإدارة الأمريكية، بدناش نضلنا نحمل الكلام عشان ما يروح على كواهن، مطلوب من الإدارة الأمريكية أن تقول للسيد نتنياهو enough is enough، بكفي. يعني استفزت مشاعر الدنيا، استفزت مشاعر العالم، بكفي، مش كل هذا ثعلب. يعني وين رايح فينا أنت؟ يعني ولكن وتعكر. دكتور حازم، الولايات المتحدة، يعني لنعد قليلا إلى جلسة مجلس الأمن بالأمس، يعني كل ما فعلته الولايات المتحدة هي أن عطلت مشروع القرار الروسي، ويتضمن وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ووقف للعدوان، وقف مباشر للعدوان. هذا ما فعلته الولايات المتحدة. هل بجد وبعقل ننتظر شيء من الولايات المتحدة بعد هذا الدعم اللامحدود العسكري والأمني والاقتصادي، وآخر يعني آخر ما كان هو موقفها في مجلس الأمن بالأمس؟ يعني رشا، خلينا نحكي الامور المسميات. الذي يقود العالم ما في حدا، يعني امريكا هي اللي بتقود العالم، ولو حكى كل العالم مع نتنياهو مش راح يرد الا على الاداره الامريكيه. خلينا نكون واضحين، اللي لازم نحكي معاه الاداره الامريكيه، وعشان هيك انا بدعي الرئيس الفلسطيني ابو مازن انه يعني بس بقدم اقتراح. طيب انت بتكون تجتمع كقمه عربيه؟ يعني انا مش عارف امتى انت بده يصير لقاء قمه عربيه. طب ليش ما يصير في عندنا لقاء قمه عربيه؟ نضغط يا اخي، يبين في عندنا ورقه ضغط. نعم. يعني اوكي، اجتماع مجلس وزراء فهمنا، عملنا اجتماع بالقاهره، طيب خلي في عندنا اجتماع قمه عربيه، على الاقل نوحد خطابنا، على الاقل ننصر رساله كلنا مع بعض جامعين، بدنا نوقف الحرب وآلة الغلو وحرب الاباده الجماعيه اللي بتشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد مواطنين فلسطين، مش بس في غزة يا رشا، القصة مش غزة، وفي كل مكان، في القدس وعندنا بالضفة وين مكان. أنا بقول إنه لابد، يعني إذا النظام العربي هسه ما التقى، قول يقولوا أنت بده يلتقي وين؟ إذا النظام العربي كل يوم حالة تفجير. بعدين يعني دعني أحكي الأمور بمسمياتها. صحيح إنه أهلنا وأشقائنا في غزة هم اللي بيناظروا، بس ما بيناظموا بس عشانهم، الاسقاط السياسي رايح باتجاه مصر، وبتعرف بيعرفوا الاشقاء مصر هذا الكلام اللي انا بحكيه. المشروع يتعدى غزه، مش القصه قصه غزه، القصه قصه لها علاقه بتهجير ثم تقسيم. يعني التهجير بده يتبعه تقسيم، لانه هذا المشروع يبشر فيه يعني بيرن لويس، مش انا اللي جبته هذا، وبيعرفون الأشقاء في مصر. أهلنا وأشقائنا في غزة لا يدافعوا فقط عن غزة، هم يدافعوا، صحيح بدافعوا ميدانيا عن غزة، لكن سياسيا أيضا عن مصر. وبالتالي مطلوب، لا يعني أوكي فهمت أن فخامة الرئيس السيسي بيقوم بدور محترم، القيادة المصرية بتقوم بدور محترم، بس طيب وانت بدنا نقول صوت واحد، وقف الحرب. يعني وين؟ يعني انت بده بعدين نهدد. اعتقد انه الاداره الامريكيه لما تشوف الانظمه العربيه اجتمعت، لا تحفظ الميزان، تحفظ الميزان. بعدين هو اليوم كان يتحدث عن ضروره تطبيع العلاقات بين اسرائيل وبعض الانظمه بعد انتهاء المعركه وحاله الحرب على غزه مع اي دوله بتبقى. طب انت بعد هذا التقتيل والتجريف وما خليت بلاد، وبدك تعمل عمليه تهجير قسري، وبدك تقسم البلاد وتعيد خرائط سياسيه وجغرافيا سياسيه للبلاد، انو اللي بده يحكي معك بعدين؟ انا بعتقد صوت العقل بده يكون راشد. لازم حدا يقول لنتنياهو بكفي ثعر، لكن نتنياهو ما راح يوقف ولا راح يضع القيمه، لانه يدرك نتنياهو اذا وقفت الحرب هاي هو رايح على السجن. المشكله هون نتنياهو بيعرف انه اذا وقفت الحرب بده يتم مساءلته، وبالتالي الرأي العام الإسرائيلي سيذهب في خارج المشهد السياسي وسيكون مآله معروف وين. لكن أنا بتحدث الآن عن اللي بدير الحركة في المشهد العام. يعني الآن دخلت على برية، ما هي برية راح تكون مجازة. رقم اثنين، العواطف الناس اللي لها 20 يوم واقفة على أجر واحدة. أنت قاعد تتعامل مع أمة عربية، شوفي يعني حبينا ما حبينا كل الوطن العربي مع فلسطين،
كل العالم مع فلسطين، ما حدا بيقدر، شعوب الناس كل شعوب العالم مع فلسطين. فأنت لما تتحدث عن عقيدة فلسطين، هذه عقيدة تحررية نضالية تماما، زيها زي اللي صار في جنوب أفريقيا. هذه آخر دولة في العالم محتلة، لها قدسيتها ولها مكانتها. في 400,000 طلعوا في منهاتن في نيويورك دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني ولفري بالستاين، مش لأنها تمثل حرية العالم وتمثل الحالة اللي الإنصاف في العالم. ولو أنه نيويورك معروف عنها أنها فيها 5 مليون يهودي، القصة لها علاقة بمكانة فلسطين وقدسية فلسطين والحالة اللي بتحدثوا عليها فلسطين. رقم 3، أنا بقول إذا دخلنا في حرب برية ضمن أي حسابات، الضفة الغربية لن مش راح تسكت، ولا الضفة الشرقية ولا العالم العربي. يعني في هذه الأثناء دكتور حازم، في هذه الأثناء تعلن وزارة الصحة ارتقاء الفتى أسيد حميدات في شمال رام الله في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى الآن إلى 105 شهداء، بمعنى أن الضفة أيضا في الحدث، القدس كذلك، والفلسطينيين وأيضا المتضامنين مع الفلسطينيين في كل مكان بالعالم. الشعوب العربية هي يعني دائما في طليعة المناصرين والمساندين للقضية الفلسطينية العادلة. وثم الآن نشهد تحول على مستوى العالم، ونشهد أيضا يعني جد تغيير يعني ملحوظ ولافت. كم يساعد ذلك برأيك دكتور حازم؟ هذا أولا. وثانيا يعني سرعة التصرف الآن كم هي مهمة لوقف المحرقة في قطاع غزة، وأيضا لوقف الخطر الاستراتيجي الذي يتهدد كل دول الطوق بدون استثناء، الأردن، العراق، مصر، الجميع؟ يعني أنت سألت ثلاث أسئلة بواحد، خلينا أجاوب على واحد يعني ما أمكن ذلك. تفضل. أولا، الشارع وحده كفيل بوقف كل هذه الأنشطة. إذا خرجت الناس على الشارع، لا، الحسابات بتختلف، التقييم بيختلف، الميزان بيختلف، لأنه سيهدد منظومة العمل الأمنية التي بتقوم عليها الحالة السلمية في شكل عام. وهذا نتحدث أنه حركة اشتباك نوعي ما بين الحالة الأفقية اللي بتصدرها الشارع والحالة الرأسية اللي بيطبعا في داخل المنظومة الأممية. وهنا دائما بقول إذا تحرك الشارع غير المعادلة. عشان هيك أنا بحكي من شان الله يسمعوني كل الناس، يا أخي في هالعواصم العربية بترجاكم اطلعوا على الشارع. أتوسل إليكم عشان الله وعشان مقدساتنا وعشان أرضنا وعشان كرامتنا. وين ما حدا يسمعني، بترجا اطلع على الشارع وقول عاشت فلسطين، هذه أرض عربية، وقف المشروع اللي أنت تناولت فيه يا رفاق. فلسطين هي لا بتوقف المشروع يا بتمرق المشروع. فلسطين تمثل عقيدة راسخة عند المنظومة العربية. تخيلي معي إذا سقطت هذه العقيدة وسقطت فلسطين، المشروع رح يمشي. ورح إحنا نشاهد دولة كردية ودولة نوبية ودولة أمازيقية ودول واتباعا في كل المشهد، لأن هذا اللي بشر فيه برنارد لويس، وقاعد القصة على يعني على فلسطين. يعني إذا فلسطين مرقت معناته إنه إحنا يعني ما استحيناش، يعني ما طلعناش عشان محرماتنا وقدسنا وأقسانا وعشان عقيدتنا اللي بتشكلها فلسطين. فإحنا بالتالي نقدر إنه يسهل علينا قضم البقية والتعاطي معهم كما يحلو له البعض. عشان هيك رشا بدك تنتبه إنه وجود اس اس فورد وايزنهاور وكل هذا، ما جوش كل هذول عشان غزة يعني. لا، هذول اجوا عشان يسقطوا مشروع يراد اسقاطه ان امكن ذلك. وانا بحكي لك كل القراءات والدراسات تقول رغم كل اللي حكوه ان هنالك سيكون تهجير لاهلنا من غزه الى مصر. اسمعوني،
ما زالت التأكيدات موجودة رغم رفض الأردن ورفض مصر ورفض المنظومة العربية، لكن هذه التأكيدات ما زالت بتسقطها. يعني إكسيوس قبل ساعات كانوا بيتحدثوا عن هذه النقطة. الثالثة اللي احنا بنتحدث كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذا الموضوع؟ لا، الشعب الفلسطيني، احنا يا ستي على الأقل خليها التلفزيونات العربية، أنا بترجاه أحطوا علم فلسطين على كل التلفزيونات العربية، أنا بترجاه. أنا يا عمي بدي من خلالكم، من خلال يعني هذه المحطة المحترمة، تحطوا من الشت، أرجوكم إذا بتساعدونا حطوا علم فلسطين على كل القنوات العربية مشان الله. نعم، هذا على الأقل، يعني خلينا نبين إنه إحنا الآن كلنا مع فلسطين مرة واحدة. يعني نعم، خلينا نوقف مع بعض، ما بدي شيء والله يا رشا، أنا ما بدي أطلب شيء، أنا قاعد بطلب شيء واحد، وأرجوكم تحطوه على التتر، إحنا بنطلب مع بعض نحط علم فلسطين، نعم، علم فلسطين، لأنه يمثل لنا كرامتنا، نعم، ويمثل لنا قضيتنا، نعم، ويمثل لنا عقيدتنا كعرب. حط علم فلسطين على كل القنوات العربية نعم، عشان يبين أنا موقفي بالقناة مع فلسطين مش مع إسرائيل، نعم، أنا موقفي بالقناة واقف مع الحق الفلسطيني ومع وقف شلال الدم الفلسطيني. على الأقل يعني خلينا نبين إنه على الأقل فلسطين بتوحدنا. يعني وأرجو إنك تصدقيني، هذه البسيطة، هذا الشيء البسيط راح يشكل حالة كثيرة، لأن الكل راح يتساءل ليش هذه القنوات توحدت. نعم، والله لو شعار صغير، والله يا رشا شعار صغير ينحط على التلفزيونات لأحدث هذا فارق غير عادي. نعم، والله بس خلينا نتوحد على الأقل إن نرفع شعار علم دولة فلسطين على كل القنوات، فلسطين تستحق منا. إذا ما بنرفع الشعار خايفين على يا سيدي، ممكن تحط لي بس شعار فلسطين وعلم فلسطين على قناتك، أرجوك إنه هذا سيصنع فارق، لأنه نعم، فلسطين بس رقم ثلاثة وأربعة ست رشا، الشعب الفلسطيني إما تحت الاحتلال أو حتى تحت الحصار. طيب يعني طب إمتى بدنا ندعمه هذا الشعب؟ طب إمتى بدنا ندعمه؟ نحن عارفين نوفر له أسلحة، طب على الأقل ندعمه ونوقف جنبه. يعني خليه يبين المجتمع الدولي إنه كل دولة إن شاء الله قدمت ليرتين. يا أخي إذا الأنظمة مشكلة عندها بالتقديم، يا أخي خلينا نسوي مثل ما سوت الأردن. يعني هلأ الهيئة الخيرية الهاشمية كل واحد يتبرع إن شاء الله بليرة، إن شاء الله بعشرين قرش، إن شاء الله بنص ليرة، لأنه هذه أكبر رسالة شعبية. إحنا كنا مع فلسطين، لأنها بتشكل فصل عدالة، لأنها بتشكل رمزية، لأنها بتشكل حالة أمة، لأنها بتشكل كرامتنا، لأنها بتشكل عنوان وحدتنا، وأنه مع فلسطين حتى لو بدماء. أنا بحكي هذه المبادرات الشعبية بدنا نطلق، بدنا علم فلسطين على كل القنوات. على الأقل يا رشا نوحد هالجملة بهذه المداخلة نطلع فيها بخلاصة، إحنا بدنا شغلتين في 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 هاي في هذا النقاط. الشغلة الأولى بدنا علم فلسطين على كل القنوات العربية. تمام، أرجوك يعني أنا بتوسل إليه سووا. رقم اثنين بدنا يكون في عنا بوكجي حصالة اسمها حصالة فلسطين. نعم، خليها خلي العالم يحس إنه فلسطين لها حاضنة، فلسطين لها عمق، مش قاعدين بتكتلوا أهاليهم. نعم، مش حدا فازعينهم، مش عارفين نكتبوا لهم شوية مي. يعني لازم صوتنا يصل، وأخير من يوصل هذا الصوت هذه الرسائل. تعرفي ست رشا، أنا قبل أربع خمس قبل أسبوع 10 أيام طالبت إنه الأهلي والزمالك، سمعني الرئيس عبد الفتاح السيسي شاكر، أهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض ريحه خيري بتروح لصالح فلسطين. خلينا نشوف هذا الحكي وين، السعودية أم المونديال، خلي رونالدو يلبس علم فلسطين، مهم هذا؟ نعم، يعني اعطونا شيء على الأقل وخلي هذا الريح، لأنه شعبيا فلسطين بدها حاضنة. نعم، ولازم تبين أن حاضنة فلسطين ليست بسيطة،
حاضنة فلسطين عظيمة وإذا زعلت هي الجماهير العربية وهي القلوب العربية في كل مكان في الوطن العربي وفي العالم أيضا في مختلف أصقاع العالم. يعني أنا سعيدة جدا بمشاركتك لنا دكتور حازم قشوع اليوم، وأتمنى يعني أن نتواصل مجددا وقد أزال الله الهم وفرج الكرب عن غزة. شكرا جزيلا الدكتور حازم قشوع الكاتب والنائب الأسبق في مجلس النواب الأردني، شكرا جزيلا لك.